بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي هي تخص الباتينج اللي هي المحاضرة رقم 13. الباتينج هو الحدود الداخلية المن، طبعا هذه اكو خطأ هنا للإلمنت، يسمونها هنا خطأ إلمنت إلمنت. طيب نسوي سيف. هذه اللي نريد ننفذها ايش راح يصير؟ خزننا ننفذ هنا راح تصير بهالشكل. ليش صارت بهالشكل؟ خلينا نشوف. نروح على السي اس اس. السي اس اس ايش بيه؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا هاي المحاضره هي محاضره 13. الباك جراوند يعني هو هذه لونها ازرق هنا اللي هي F00، والافات الثلاثه هو لون ابيض اللي هي الكتابه الكولر، والبادنج البادنج نشوف شنو البادنج نشوف شنو البادنج. البادنج هو الحدود الداخليه، يعني بعد هاي الكتابه عن هاي، بعد هاي الكتابه عن هذا، عن اليسرى كلها. هنا ايش منطينا الكتابه؟ منطينا 140 60 80. نفذها بعدين اجى لقى هذه نفذها. اذا 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 هسه التنفيذ هذا هو هاي، التنفيذ هاي. اذا اذا جينا حذفنا هاي وسوينا لها كات وخزننا ورحنا على الصفحة ونفذنا وسوينا ريلود، ايش سوى؟ صارت هاي. هاي شنو معناتها؟ معناتها قال 100، يا هي 100 هاي. وعلى يمين ايش قال؟ على يمين ال 40 و 60 هاي الاسفل و 80 هذه من هنا. اذا هو يشتغل توب رايت باتم ليفت. طيب اذا كتبنا بس وحده راح كلهن يساويهن نفس الشيء. اذا كتبنا بس وحده راح كلهن يساويهن، يعني نكتب بس ال 100 مثلا، بس ال 100 نكتب ونشيلهم برا، نسوي لهم كت خلاص. ايش راح يسوي؟ راح يسوي نخزن طبعا، راح يسوي يسواهم 100 من كل الجهات. طيب اريد هيك شيء، اريد اسوي هاي، اريدها هاي ونسوي كات لهذا ونخزن وننفذ. ايش راح يصير؟ شوف التنفيذ اختلف. ايش راح يصير؟ راح ياخذ 100 باوع، راح ياخذ 100 على المارجن هاي، راح ياخذ هذه 100 هاي، وهاي ايش قد ياخذها؟ ياخذها 40. طيب وهاي ياخذها مثل فوق، هذه نفس هاي وهذه نفس هاي. وإذا كتبنا واحد، لكن في بعض الأحيان أنت تحتاج هذا، خلينا نرجعها لهاي زين، وتحتاج هاي. في كثير من الأحيان تحتاج حالات الصفر، حالة الصفر بكيفك طبعا. بالمناسبة يعني هذه يكون صفر صفر، في بعض الأحيان تحتاج هذا صفر صفر أو بالعكس، يعني مرات الصفر هنا والصفر هنا، يعني يصير حاجة إلها. فهذه هي من يعتبرها من الأشياء الأساسية، يعني شوف هذه أو بالعكس. وبهذا نكتفي في درس البادنج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.